الأخبار السابعة من قناة التناصح، والبداية بأهم الأنباء. وعشرة جرحى من قوات الثوار جراء الاشتباكات مع عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في سرت، وتقدم للثوار في حي المنارة. ثلاثة عشر قتيلا وخمسة جرحى من قوات الصاعقة خلال شهر سبتمبر، وطائرة أجنبية تستهدف أحياء سكنية في قنفذة. استمرار اختطاف الشيخ نادر العمراني لليوم الرابع على توالي، وحكماء وثوار مدينة صرمان يدينون اختطاف الشيخ ويستنكرون قصف منطقة قنفودة ودرنة. مشاهدينا حياكم الله. استقبل المستشفى الميدانية في مدينة سرت الأحد شهيدا وعشرة جرحى من قوات الثوار جراء المعارك الدائرة بالجيزة البحرية شمالي المدينة. مصدر من المشفى الميداني قال إن حالات الجرحى تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، مضيفا أن أغلب الجرحى غادروا المشفى بعد تلقيهما للعلاج. وفي ذات السياق، حيث أفاد مستشفى مصرات المركزي في تصريحه للتناصح بأن أعداد شهداء وجرحى معركة تحرير سرت وصل إلى 600 شهيد وأكثر من 2750 جريحا، موضحا أن المستشفى أجرى حوالي 1500 عملية جراحية للجرحى والمصابين من قوات الثوار في المدينة. هذا وأفادت مصادر عسكرية من مدينة سرت السبت بتقدم قوات الثوار في حي المنارة في المحور الجنوبي بعد التحام المحورين الغربي والجنوبي للمدينة. المصادر أوضحت بأن قوات الثوار أعادت تمركزاتها في المحور الشرقي لمدينة سرت بعد نجاح عملية قطع الطريق بين الجيزة البحرية وعبارة الستمية. هذا وأضافت المصادر بأن عناصر الهندسة العسكرية عثرت على أنفاق أسفل بعض المنازل كان يستخدمها عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة للاحتماء من الضربات الجوية. أمان هربنا من حرب لأن صار في حرب هون ومغلوب على أمرنا ولا قوة إلا بالله مطالع بيدنا شيء رحنا على الشاليهات تخبينا في الشاليهات تهضروا على الشاليهات وين صفي قدامنا البحر ما في غيرنا وين من نعدي يعني وين من نروح وين من نجي مغلوب على أمرنا ما تكون يانا نضل هون قاعدين من البلد نطلع نقعد من غير بلد نشوف حالنا وين نروح وين نجي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وربي يفرج على الأمة الإسلام والدول الإسلامية كلياتها براية لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر والعزة لله. وفي مدينة بني غازي، حيث قال الناطق باسم قوات الصاعقة التابع لمجرم الحرب حفتر ميلودا زوي إن أحد أفراد الصاعقة قتل في مواجهة مع شورى ثوار بني غازي بشارع الشجرة. الزوي أكد أن إجمالي قتل الصاعقة في المواجهات مع ثوار بني غازي خلال شهر سبتمبر الماضي فقط بلغ 13 قتيلا و5 جرحى،
يشار إلى أن عدد قتلى قوات حفتر شهدت ازديادا خلال كل مواجهة مع ثوار بني غازي دون أن تحرز أي تقدم. هذا وقامت طائرات أجنبية موالية لقوات مجرم الحرب حفتر باستهداف الأحياء السكنية في منطقة قنفودة في بني غازي. وحسب مركز سرايا الذراع الإعلامي لمجلس شورى ثوار بني غازي، فإن طائرة إماراتية من نوع كامكوبتر قامت بتوجيه قذيفة هاوزر على منطقة قنفودة السكنية، مضيفا أن الأضرار مادية فقط. يشار إلى أن منطقة قنفودة السكنية شهدت مؤخرا مجازر ارتكبها طيران أجنبي موال لحفتر. لا يزال عضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية الشيخ الدكتور نادر العمراني مختطفا لدى جهة مجهولة لليوم الرابع على توالي. مصدر مقرب من الشيخ نادر قال في تصريح خاص للتناصح إنهما لم يتوصلوا إلى معرفة مكان الشيخ أو الجهة الخاطفة، مضيفا أنه على تواصل مع عدة جهات أمنية تسعى لمعرفة مكانه والجهة المسؤولة عن الاختطاف. يذكر أن الشيخ نادر العمراني اختطف الخميس الماضي بعد صلاة الفجر من أمام مسجد الفواتير في منطقة الهضبة في العاصمة الليبية. هذا واستنكر حكماء وعيان وثوار مدينة صرمان اختطاف عضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية الشيخ الدكتور نادر العمراني، محذرين في ذات الوقت من المساس بالمؤسسات الدينية الرسمية في البلاد. الحكماء والثوار وفي بيانهم أكدوا بأنهما لن يسمحوا لأي كان أن يعبث بأمن العاصمة، منبهين أهلها إلى خطر تكرار ما حدث في بني غازي من قتل ودمار، مدينين ما تتعرض له منطقة قنفودة من قصف وعدوان ودعاء. ودعا الحكماء والثوار المسؤولين في ليبيا إلى اتخاذ موقف واضح من العدوان الواقع على منطقة قنفودة ومدينة درنة من قبل عناصر مجرم الحرب حفتر. من يكون أن يعبث بأمن العاصمة؟ فأمن العاصمة طرابلس خط أحمر، لأنه باستقرار العاصمة استقرار كافة البلد. كما نحذر المأجورين من المنحرفين من أمراء كتائب والسرايا الذين يرعبون الناس مستغلين الترسانة العسكرية في الخطف والابتزاز والسيطرة على مؤسسات الدولة الرسمية، ونذكرهم بنهاية الطغاة الذين كانوا أكثر منهم تسليحا ونفوذا، كيف أهلكهم الله وما هي منهم ببعيد. 2، نستنكر وبقوة المساس بالمؤسسات الدينية الرسمية لما لها من مكانة عالية في نفوس الناس، وندين بأشد العبارات ما تعرض له فضيلة الدكتور الشيخ نادر السلوسي العمراني من اختطاف من عصابات الحرابة الذين انسلخوا من كل معاني الدين والمروءة والرجولة. وإلا كيف تجرؤوا على خطف فضيلة الشيخ من باب المسجد وصلاة الصبح تقام، فلم يقيموا حرمة لا للمسجد ولا لأهل العلم، عليهم من الله ما يستحقون. وفك الله أسر الشيخ عاجلا غير آجل. هذا وطلب تجمع ساحة الثورة في مدينة زليطنة بضرورة إطلاق سراح العلامة الشيخ نادر العمراني فورا ودون أي قيد أو شرط. تجمع ساحات زليطن وفي بيانه صدر الجمعة دعا ثوار ليبيا إلى لزوم توحيد الكلمة ورص الصفوف في وجه من يريد إعادة ليبيا إلى عهد الظلم والاستبداد. وطلب التجمع بضرورة إخراج العائلات المحاصرة في قنفودة بشكل فوري، منبها ثوار المنطقة الغربية إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الإنقلابيين حتى لا يتكرر ما حدث في بني غازي. هذا وتولت ردود الأفعال الغاضبة والمستنكرة لاختطاف الشيخ الدكتور نادر العمراني عضو مجلس البحوث بدار الإفتاء الليبية، والتي رأت أن اختطاف الشيخ نادر هو محاولة لتكميم أفواه العلماء وهو ما يساعد على نمو بذرة التطرف. Thank you.
لا تمر ساعة من النهار إلا وتسجل فيها حادثة اختطاف تتنوع أسبابه وتتعدد الأهداف، حتى أصبح تطالع علماء الدين في سابقة جديدة قديمة. المزيد فلنتابع. الآن هؤلاء الإخوة الذين أيضا كما جاء في سؤال أحد الإخوة الذين ينفرون من الجماعة الإسلامية المقاتلة ومن الإخوان ومن فلان ومن فلان، ثم نراهم يقاتلون مع هذا الظالم في بنغازي. تشرق شمس السادس من أكتوبر على اسم جديد يضاف إلى قائمة الخطف والاختطاف، الشيخ نادر السنوسي العمراني الذي اقتيد فجرا على يد جماعة مجهولة إلى مكان مجهول بنوايا مجهولة في بلد يبتلى بالشدائد والمحن ويمتحن شعبه في الصبر على المكاره ومكابدة الفتن. بعيدا عن السياسة وتجاذباتها وهمزاتها ولمزاتها، كان الشيخ العمراني مشغولا بخدمة دين الله وشريعته السمحاء، متواضعا متجردا من كل تفخيم وتعظيم، قريبا من طلابه كأستاذ لعلوم الحديث في الجامعات الليبية، ومتواصلا مع أحبائه ومريديه بشكل مباشر أو عبر شاشة قناة التناصح الفضائية. الشيخ نادر العمراني 45 عاما، دكتوراه في علوم الحديث، بصمات أصابعه كانت لها أثر يذكر فيشكر في عمل جاد ودؤوب استمر لعدة أشهر من أجل تعديل كافة القوانين المعمول بها في الدولة الليبية بما يطابق الشريعة الإسلامية، في وقت كان فيه كثر يتزاحمون على المناصب وما تجره من مكاسب عاجلة وآجلة. ما حدث للدكتور العمراني العضو بمجلس الفتوى والبحوث بدار الإفتاء والأمين العام لهيئة علماء ليبيا على نحو غير متوقع وفي وقت غير متوقع لرجل ليس له من العير أو النفير غير خدمة الإسلام والمسلمين، يدعو إلى البحث في ضوء النهار عما يدبر في ظلمة الليل وما وراء ذلك من رسائل هدفها تكميم الأفواه والسكوت عمن اتخذ دينه هواه. أقام الهلال الأحمر الليبي بمدينة درنا احتفالية بفندق لؤلؤة درنا بمناسبة مرور الذكرى 59 لتأسيسه. هذا وشهدت الاحتفالية كلمات متعددة من عناصر الهلال قدموا من خلالها أعمال الهلال في ليبيا ومدينة درنا والتجارب الشخصية التي مروا بها ضمن فريق العمل التطوعي والأهلية. هذا وشهدت الاحتفالية تقديم فقرات وأناشيد وفقرات فنية متنوعة، وقدمت في ختامها مسرحية للأطفال. لنا 59 عاما من العمل التطوعي الإنساني الخير الذي يخفف معاناة الناس، والحمد لله هذه المؤسسة هي منظمة هدفها تقديم المساعدات للفئة المحتاجة أو المتضررة، وهي مساندة أيضا للسلطات المحلية التي تتبع الدولة. أخبارنا متواصلة وتتابعون فيها أيضا. إغلاق الطريق الرابط الساحلي الرابط بين طرابلس والمدن الغربية مجددا بعد إعادة فتحه الأسابيع الماضية. أن يتأخروا قليلا ويتأملوا في المشهد وأن يعطوا لأبنائهم فرصة، لا يكونوا عونا للشيطان على أبنائهم، لكن نحن لا نملك هذا، لا نملك أن نتحكم في أفعال الناس. نحن نلوم أنفسنا، نلوم أنفسنا في أن سمحنا لأمثال هؤلاء في أن يتحكموا. نحن نعلم أن هناك فئات قليلة جدا تحمل فكرة التكفير، وهذا الفكرة الغالية بحث أصوات أهل الخير وبحث أصوات أهل العلم في التحذير من الغلو والتحذير من التكفير. بفضل الله جل وعلا لا يزايد علينا أحد. وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل قد رحلوا. Thank you.
من جديد حياكم الله. أفادت مصادر محلية من مدينة الزاوية السبت بإعادة إغلاق الطريق الساحلي والذي يربط سهل شفرة والمناطق الغربية بالعاصمة الليبية. المصادر أوضحت أن إغلاق الطريق جاء على خلفية تجاوزات أمنية، مضيفة أن المجموعات التي تؤمن الطريق في منطقة ورشفانة أبلغتهم بعدم قدرتها على الاستمرار في التأمين. وأضافت المصادر أن هذه المجموعات التي تؤمن الطريق أقامت ساترا ترابيا عند منطقة المايا لإغلاق الطريق بالكامل. طلب عضو المجلس الرئاسي المقترح علي القطراني من المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر أن يجمد المادة الثامنة من الأحكام الإضافية. القطراني خلال لقاء جمعه بكوبلر في العاصمة التونسية طلب من كوبلر أن ينقل صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى البرلمان المنحل بدلا من الرئاسي المقترح. هذا وطلب القطراني أن تتم العودة للمسودة الرابعة والتي تنص على وجود رئيس بنائبين بدلا من 9 أعضاء. أكد المبعوث الأمريكي إلى ليبيا جوناثان وينر أن الفرصة سانحة أمام ليبيا للتقدم على طريق الاستقرار السياسي. وينر تعليقا على اجتماعات الرئاسي المقترح في تونس قال إنه إذا توفرت لدى الأطراف الرئيسية إرادة التوصل إلى تسوية وتصالح تحتاجه البلاد فإن الفرصة سانحة أمام ليبيا. يشار إلى أن ليبيا تشهد حالة من الانسداد السياسي منذ دخول المجلس الرئاسي المقترح إلى العاصمة طرابلس. قال رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج إن سبب إطالة أزمة السيولة النقدية في البلاد عائد إلى طريقة تعامل محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير. السراج في تصريح صحفي قال إنه بالإحتياطي النقدي الموجود في المصرف المركزي كان ينبغي أن يكون وضع البلاد المالية أفضل مما هو عليه الآن، مشيرا إلى أن نحو 24 مليار دينار يتم تداولها خارج المنظومة المصرفية في الوقت الحالي. يشار إلى أن البلاد تعاني أزمة خانقة في السيولة النقدية في ظل وعودنا متكررة من الرئاسي المقترح بحل الأزمة دون ما أي نتائج. ذكرت صحيفة تايمز البريطانية أن قيام حكومة مستقرة في ليبيا هو المفتاح لإنهاء أزمة الهجرة الجماعية المأساوية. وعلقت الصحيفة بأن ليبيا أصبحت البوابة الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا وتقاطع الطرق الممتدة من السنغال وساحل العاج مرورنا بمالي والجزائر. هذا ورأت الصحيفة بلزوم تبني بعض بنود الاتفاق التركي الأوروبية فيما يتعلق بإغلاق المنفذ الليبي، وأول خطوة في ذلك هي إيجاد حكومة جديرة بالثقة ومراقبة الحدود البرية البحرية لليبيا وإنشاء معسكرات احتجاز بمعاونة الاتحاد الأوروبي لتصفية اللاجئين من المهاجرين. هذا ومدد مجلس الأمن الدولي مهمة عملية صوفيا البحرية الأوروبية لمكافحة الهجرة عاما آخر. قرار مجلس الأمن الذي تقدمت به بريطانيا صدر بإضافة بند ينص على تدريب جهاز خفر السواحل الليبية ويشدد على مراقبة حظر السلاح المفروض على ليبيا. يشار إلى أن عملية صوفيا العسكرية كان قد أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في أكتوبر من العام الماضي للحد من تدفق الهجرة غير القانونية من ليبيا. نفى عميد بلدية سبها حمد رفع الخيال للأحد دخول أي قوة من قوات مجرم الحرب حفتر إلى المدينة لتأمينها، مؤكدا أن الأخبار التي ترددت في هذا الشأن لا صحة لها. عميد بلدية سبها أضاف أن المدينة يوجد بها قوات شرطة وأجهزة أمنية تقوم بعملها رغم قلة الإمكانيات التي تعاني منها في أداء أعمالها، مشيرا إلى أنه قد تم عقد اجتماعات أمنية لتشكيل غرف أمنية داخل المدينة. قام رئيس لجنة الأزمة بالمجلس البلدي سبها قدفي أبو سعدة بزيارة لعدد من محطات الوقود في البلدية للوقوف على سير العمل فيها. رئيس لجنة الأزمة قال إن هذه الزيارة تأتي لمتابعة محطات الوقود، مضيفا أن المحطات التي تمت زيارتها تعمل بطريقة جيدة ولا ازدحام عليها. هذا وطلب قدفي الشركات النفطية بتزويد محطات الوقود في مواعيد الدوام الرسمية والتقيد بتوزيع كميات الوقود حسب تصريحه. ضبطت مديرية الأمن الوطني أوجلا شخرا شاحنتين كانتا في طريقهما باتجاه الجنوب الشرقي نحو الكفرة تحملان بضائع وسيارات مهربة تم تفكيكها إلى قطع صغيرة. وأوضح مصدر في مديرية الأمن أن الشاحنات كانت تحمل مجموعة من السيارات
غير المرخصة والتي غطيت بالأمتعة والبضائع، مضيفاً أن أفراد مديرية الأمن يشددون في التفتيش على المرة والمسافرين بهذه النقطة. يشار إلى أن بوابة أوجلة الشمالية تعتبر مفتاحاً لمناطق الجنوب الشرقية في كافة البلاد. قامت شركة الخطوط الجوية الليبية بتعميم داخلي ينص على ضرورة إقفال الهواتف من نوع سامسونج داخل الطائرة. الشركة وفي بيان توضيحي حول التعميم قالت إن هذه الإجراءات تأتي للمحافظة على سلامة ركاب الطائرة خشية حدوث أي طارئ من هذه الأجهزة. يشار إلى أن شركات طيران عالمية منعت استخدام هواتف سامسونج جالاكسي نوت 7 بعد توارد تقارير تتحدث عن انفجار الأجهزة بسبب خلل فني في تصنيعها، وبعد قرار شركة سامسونج سحب أجهزتها من إصدار جالاكسي نوت 7 من السوق. اشترت شركة الخطوط الجوية الأفريقية 20% من رأس مال مركز ITCT لتدريب الطيارين بتونس ليكون جزءا من استثمارات الشركة، وهي خامس شريك في هذا المركز. وقال مدير مكتب الإعلام بالخطوط الأفريقية عبران الزبادي لأجوانت إن إجراءات التعاقد والتي جرت في تونس ستتيح للخطوط الأفريقية تدريب طياريها في المركز والاستفادة من عائدات أرباحها لاحقا. هذا وبين الزبادي أن المركز يعتمد النظام الأوروبي إياسا ويحتوي على أجهزة تدريب ومحاكاة الطيران والعديد من الأجهزة المتطورة في مجال تدريب الطيارين. نظم أهل مدينة الكفرة الجمعة وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة افتتاح مطار المدينة المغلق منذ أكثر من عام ونصف العام، مشددين على محاسبة المتسببين في استمرار هذا الإغلاق ومتعهدين بالاحتجاج كل يوم جمعة إلى حين إعادة فتح المطار. المحتجون وفي بيانهم طالبوا الجهات الأمنية والعسكرية في المدينة بتحمل مسؤولياتها في حماية الأرواح وتأمين المطار ضد الخروقات المختلفة، مشيرين إلى حجم المعاناة التي يمر بها المواطن جراء تردي الوضع الأمني بالطريق البري وما نتج عنه من حوادث سير وخطف وقتل. كللت عملية جراحية أجراها فريق طبي ليبي متخصص في مستشفى الخضراء بطرابلس قبل يومين بالنجاح التام لفصل طفلين ذكرين ملتصقين في حالة نادرة على مستوى البلاد. ووفق وكالة الأنباء الليبية طرابلس استمرت العملية لأكثر من ساعتين، بذل خلالها الأطباء جهودا مضنية لإنقاذ الطفلين حتى ينعما بصحة جيدة. هذا وعقب نجاح العملية قال الدكتور سالم أبو قصة رئيس قسم الجراحة بالمشفى إن عملية الفصل تمت بنجاح وحالة الطفلين الصحية مستقرة ويحظيان بمتابعة جيدة من قبل الأطباء بقسم حديثي بلاده. وفي الخبر الأخير، حيث تمكنت فرق الصيانة في حقل الهيبة من السيطرة على تسريب بالبئر يويو 38 وتغيير صمامه الرئيسي بنجاح. مصدر صحفي نقل عن أحد العاملين في الحقل أن العملية تمت بعد اتخاذ الإجراءات الفنية والإجراءات السلامة اللازمة. وأضاف المصدر أن عملية السيطرة على التسريب تمت من قبل مجموعة الهندسة النفطية ومجموعة الإنتاج بحقل الهيبة ومجموعات الصيانة والسلامة والإطفاء بحقل زولتون بالإضافة إلى شركة سابسكو. أما الآن فهذه جولة إلى أحوال الطقس. Thank you.
ختام أخبارنا، ولكنها لا تكتمل إلا بعادة أبرز ما جاء فيها من أنباء. شاهد وعشرة جرحى من قوات الثوار جراء الاشتباكات مع عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في سرت، وتقدم الثوار في حي المنارة. ثلاثة عشر قتيلا وخمسة جرحى من قوات الصاعقة خلال شهر سبتمبر، وطائرات أجنبية تستهدف أحياء سكنية في قنفودة. تواصل اختطاف الشيخ نادر العمراني لليوم الرابع على توالي، وحكماء وثوار مدينة صرمان يدينون اختطاف الشيخ ويستنكرون قصف قنفودة ودرنة. تابعتم أيضا إغلاق طريق الساحلي الرابطة بين طرابلس والمدن الغربية مجددا بعد إعادة افتتاحه الأسابيع الماضية. مشاهدينا، شكرا لكم على حسن وكرم المتابعة، دمتم في أمان الله.